أحبائي متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. غادي نتكلموا في هذه الحلقة على أحد الوجوه الحاملة للهم الثقافي والنضالي بالمدينة الحمراء، الأستاذ مولاي عبد الحفيظ السيدي. هو من أبناء همزاوية الحضر، سالي العائلة عريقة معروفة بالعلم والثقافة، كيتعد الشريف من الرواد اللي ساهموا في التأسيس للحركة المسرحية بمدينة مراكش. ارتبط مساره الإبداعي بالنواة الأولى لانطلاق المسرح بمدينة مراكش، وهذا من خلال انخراطه في جمعية الأطلس الشعبية اللي كان كيترأسها قيدوم المسرحيين بمراكش الأستاذ مولاي عبد الواحد حسني. ومن بعد تألق الأستاذ في النادي الفني المراكشي كوميديا، وامتدت جذور عشق الركح في أعماقه ليتفرغ روح وجسد ووجدان لخدمة أبو الفنون المسرح. ارتحق كذلك في نادي شبيبة الحمراء، هذا النادي اللي حقق تألق وتمييز وحضور قوي على عهد المخرج الكبير الراحل عبد الكريم بناني. ارتبط كذلك الشريف مولاي حفيظ من فترة الثمانينات بجمعية الضياء المسرحية، وهو خريج جامعة القاضي عياض كلية الأدب العربي، بعد حصوله منها على الإجازة في الأدب العربي بالبحث ديالو القيم حول موضوع دراسة في اللغة الدرامية مسرحية الروت للراحل محمد شارمان نموذج، تحت إشراف الأستاذ عبد الكريم بن رشيد. كمن تاريخ مسرحي حافل ومجيد ورصيد هذا المسرحي المبدع الشامخ، ظل مرتبط بالعلم والثقافة والإبداع، له مجموعة من المشاريع الإبداعية الرائعة كننتظروا خروجها للوجود إن شاء الله، وخرج بعضها خرجات بعض المؤلفات منها. لكن من اللي غادر مولاي عبد الحفيظ مدينة مراكش لأكادير واستقر هناك، حقيقة ترك فراغ كبير. كنتمنوا له الصحة والعافية والمزيد من العطاء والإبداع. أحبائي، حتى نتلقاو حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. كالعادة دعموا قناتكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد، والضغط على زر لايك. كل التقدير والاحترام.